سمسارة عقارات نشيطة ومحترفة وناجحة تتعرض للقتل بوحشية. هذا تضمن سلسلة عنف كاملة. حتى المحترفون المتمكنون يشعرون بالقلق مما يرونه. كمية الدماء في مسرح الجريمة كبيرة، وهذا إسراف في القتل. عثرت الشرطة على شاهد محتمل، حاولوا تنويمه مغناطيسياً للحصول على كل التفاصيل. كم مرة شاهدت رسماً مركباً وقلت إنه يشبه كل شخص؟ كانت قصة بوليسية وأنا أكرهها. ترك القاتل خلفه دليلاً صغيراً، لكن هل سيكون كافياً؟ قد يقتل الناس لأتفه الأسباب. في يوم صيفي حار، قرر زوجان معاينة منزل في مشروع كريغ رانش للإسكان في مكيني تكساس. حين دخل المنزل لم يعثر على سمسار العقارات، لكنهما عرفا على الفور بأن هناك خطبا ما. ودخلا غرفة المعيشة وشاهدا أثار دماء تؤدي إلى المطبخ. وحينها عثر على سمسارة العقارات سارة ووكر غارقة في بركة من الدماء. تعرضت الضحية للطعن 27 مرة، كان هناك صراع. كانت قطع الأثاث والنباتات مقلوبة، وبدا وكأن الضحية قاومت من أجل حياتها. لم يحدث ذلك في مساحة صغيرة كشجار في حانة، هذا ما حدث، ربما في ذلك المنزل المعروض للبيع. كمية الدماء في مسرح الجريمة كبيرة، وهذا إسراف في القتل. كانت سارة ووكر في الأربعين من العمر، مطلقة حديثاً وأماً لطفلين. أجبت على الهاتف، كان قسم الشرطة في مكاني. قال إن سارة تعرضت لاعتداء وتوفيت متأثرة بجراحها، فبدأت بالصراخ قائلة لا لا لا. عملت سارة في شركة عقارية وكانت تعرض المنازل على الزبائن، كانت ناجحة جداً، كما أنها ظهرت في بعض الأشرطة الترويجية. تفتخر المدينة بحي كهذا، فهو متميز عن البقية. كانت فاتنة ومليئة بالحماس وتنبض بالحيوية، تدخل الغرفة فتنير المكان. كانت تملك طاقة تكفي لأربعة أو خمسة أشخاص. عثرت الشرطة على شريط مراقبة خاص بمصرف يظهر سارة قبل بضع ساعات من مقتلها بينما كانت تودع المال. في الشريط كانت ترتدي خاتماً وساعة باهظي الثمن. لم يتم العثور على أي منهما مع جثة سارة. لم تكن الساعة في منزلها ولا في السيارة ولا في أي مكان. سرعان ما بدأنا بالاعتقاد أن من قتلها أخذ الخاتم وأخذ الساعة. كانت ترتدي الساعة قبل ساعتين من وفاتها، ساعدنا ذلك على إثبات حدوث السرقة. كما اكتشفت الشرطة بأن القاتل تظاهر بأنه زبون على الأغلب. كانت تتحدث مع قريبي وقالت علي الذهاب، لقد دخل أحدهم، وتعني دخل زبون، سوف أذهب لبيع المنزل. بعد 30 دقيقة فقط كانت سارة ميتة. كان من الصعب على المحققين تصور وقوع جريمة بهذه الفظاعة في مشروع إسكان ممتاز. خطر لي بأن هذا كان آخر مكان سأتوقع حدوث جريمة كهذه فيه. كانت لدينا قصة بوليسية حقيقية بين أيدينا، كان هجوماً عشوائياً، وخشينا بأن الشخص الذي قتل سارة بهذه الطريقة لن يتردد أن يكرر ذلك ثانية. ولأن القاتل ما زال طليقاً، لا أحد لا سيما شرطة مكيني استطاع النوم بسهولة. بينما حلل المحققون مسرح الجريمة الذي قتلت فيه سارة ووكر، سرعان ما اكتشفوا بأنها قتلت في غرفة المعيشة بعد صراع فظيع. كما كان من الواضح أن القاتل قد أصيب أيضاً.
أقفل الباب وأغلق الستائر، لكن يده كانت مجروحة، لذا ترك وراءه هذه الدماء على كلا المكانين. ثم في وقت ما قام بجر سارة إلى المطبخ وحاول الاغتسال، لأن دمه كان في المغسلة. كما عثر المحققون على قطرات دم مستديرة بالكامل على أرضية المطبخ قرب الجثة. هذا الشكل يدل على أن الدم سال بشكل مستقيم من زاوية مقدارها 90 درجة. وفر الدم للشرطة حمض القاتل النووي. عند تشريح الجثة لم يجد الطبيب الشرعي أي إشارة على حدوث اغتصاب، لكنه عثر على شيء غريب جداً. على ما يبدو بأن القاتل أثناء الصراع قام بعض عنق الضحية. لقد أوصل هذا الجريمة إلى مستوى الهمجية. أنا أنظر إلى دليل عض أحد الحيوانات لهذه المرأة لأنها فريسة إلى حد ما بالنسبة له، وهذا سيتوافق مع ما يريده، وقد كان ذلك شعوراً مقززاً. في البحث عن مشتبه بهم درس المحققون حياة سارة الشخصية. اكتشفوا بأن سارة تطلقت مؤخراً من زوجها الثاني راندي تيت. عائلتا ووكر وراندي تيت لم يحبا بعضهما. كان راندي آخر شخص رأى سارة حية، حيث أوصلت ابنهما إلى منزله في ذلك الصباح قبل ذهابها إلى العمل. بيت القصيد هو أني أردتهم أن يقبضوا على الفاعل أياً كانت هويته. كانت لا تريد الطلاق ولم تكن سعيدة به وتألمت كثيراً بسببه، لذا كنا نعلم بوجود ضغينة. زعم راندي بأنه يملك حجة غياب، إذ كان يلعب الجولف مع أصدقائه وقت وقوع الجريمة. كان متعاوناً جداً في البداية، ثم تردد حين تحدثنا عن اختبار الحمض النووي وما إلى ذلك، وبدا غاضباً جداً. قدم راندي حمضه النووي ولم يتطابق مع الحمض النووي الذي عثر عليه في مسرح الجريمة. بعد ذلك دقق المحققون في موقع إلكتروني للمواعدة كانت سارة قد انضمت إليه مؤخراً. حين حصلت سارة على الطلاق ثقتها بنفسها قلت، كان من الصعب عليها أن تعود كالسابق. لم تواعد سارة الكثير من الرجال منذ طلاقها، لكن حين تكون صورتك منشورة على موقع للمواعدة على الإنترنت هناك خطر دائماً. إن تبادلت البريد الإلكتروني مع شخص ما أو كتبت شيئاً مثل لست مهتماً فلديك مشتبه به. إن أجبت 40 مرة بلا شكراً في أسبوع وثقوا بي، تنشغل النساء مع هذا العدد الكبير من الطلبات فلديك 40 مشتبهاً به. قابل المحققون كل الرجال الذين تحدثت سارة معهم عبر الموقع، وقدم كل منهم عينة لحمضه النووي وتم استبعادهم جميعاً. كانت عدة أسابيع قد مرت وقل الاهتمام بمحاكمة قاتل سارة. ثم وبشكل مفاجئ جاء نيلسون فيا فيسينيسيو زوج سمسارة عقارات أخرى ومعه معلومات جديدة. قال بأنه في صبيحة يوم مقتل سارة جاء اتصال لزوجته من رجل قال بأنه تشانلي، وأراد رؤية المدينة السكنية الواقعة في الجهة المقابلة للمنزل الذي قتلت سارة فيه. شعرت بوجود أمر مريب بشأنه وحاولت الاتصال بالفندق الذي كان يمكث فيه لتعرف موعد قدومه، ولكنه لم يكن موجوداً. في الواقع لم يكن هناك شخص اسمه تشان لي ينزل في الفندق، ومع ذلك وافقت على لقائه. تذكروا، حين تعملون في مجال العقارات ستقابلون الجميع، لأنكم تريدون بيع ذلك المنزل وجني تلك العمولة. واتخذت سمسارة العقارات إجراءات احترازية. سألتني زوجتي إن كنت مستعداً لمرافقتها فوافقت وفعلت ذلك. حين وصل ذكر آسيوي يقود سيارة موستانغ بيضاء. كان يرتدي قميصاً بلا أكمام وسروالاً من الجينز وحذاءً رياضياً، كان مظهره رياضياً. سألته قائلاً، عفواً سيدي هل تدعى تشان لي؟ فنظر إلى السماء ولم ينظر في عيني مباشرةً، ثم رمقني بنظرة غامضة تجيب بالنفي، لكنه لم يعبر عن شيء. سار الرجل بسرعة نحو سيارته وقاد مبتعداً، وبينما انتظر نيلسون وزوجته في المنزل شاهد سارة ووكر حين وصلت إلى العمل في الجهة المقابلة من الشارع.
صرخت قائلا لزوجتي: تعالي لتشاهدي هذا، ثمة شقراء رائعة الجمال تخرج من سيارة رياضية وتدخل المنزل. فأجابتني زوجتي: إنها سارة. فقلت لها: سارة جميلة جدا. أجابتني: حسنا، إنها كذلك. حين أدرك نيلسون وزوجته بأن الرجل الذي ينتظرانه لن يأتي، غادر وشاهد سيارة الموستنج البيضاء تتوقف بجوار سيارة سارة. قال نيلسون بأنهما فكرا بالتوقف لإلقاء التحية على سارة. فأجابت زوجتي: كلا، نحن جائعان، لهذا غادرنا. غادرنا في الساعة 1 ظهرا تقريبا. وتم العثور على جثة سارة بعد 20 دقيقة من ذلك. لو دخلا قبل قتل المتهم لسارة، هل كنا سنعثر على 3 جثث؟ سأتذكر احتمال قيامنا بزيارة سارة لنجد أنفسنا في ذلك الموقف. إنه موقف رهيب، سأتذكر ذلك دوما. لو دخلنا لمتنا. أنا أعتبر زوجة نيلسون محظوظة جدا. أعتقد بأنه هناك احتمال كبير بأنها كانت ستصبح ضحية في ذلك اليوم لو لم تحضر زوجها إلى تلك المنطقة. تملك الشرطة الآن شاهدا محتملا، لكن هل سيكون ذلك كافيا؟ تعرضت سمسارة العقارات سارة ووكر للسرقة والقتل في منزل معروض للبيع في حي سكني راق جدا. لم يصدق أصدقاؤها وعائلتها ذلك. لقد تألمت العائلة بشكل لا يمكن تصوره. ظنت بأن الوضع سيكون آمنا، فقد كانت متحمسة لتعيينها في ذلك الحي. أغلى ذكرياتي عن سارة أنها كانت تضحك على جميع نكاتي مهما كانت، تضحك وحسب، وكان ذلك يسعدني دوما. في تحول سار في الأحداث، تقدم شاهد ليخبر الشرطة بأنه ربما رأى قاتل سارة. لسوء الحظ، حين تقدم للشهادة كانت عدة أسابيع قد مرت، وخشيت الشرطة أن يكون ربما نسي بعضا من أوصاف الرجل الجسدية. لقد رأى نيلسون ذلك الشخص بشكل سريع، كنت مفعما بالأمل، لكنني كنت أشك بنجاح ذلك. لذا قررت الشرطة إجراء تنويم مغناطيسي له قبل طرح أي سؤال على نيلسون عن أوصاف الرجل. هدف التنويم المغناطيسي استثارة الذاكرة المهتمة بالتفاصيل من اللاشعور. أرسل نيلسون إلى ريتشارد تشينغ، وهو حارس غابات من تكساس وخبير تنويم مغناطيسي مدرب. تجعلهم يسترخون، وفي حالة الاسترخاء تذكر تاريخاً أو جريمة معينة وتعيدهم إلى ذلك الوضع الذي كانوا فيه. يستخدم التنويم المغناطيسي من قبل الشرطة منذ القرن 19 في تكساس، حقق معدل نجاح قدره 75%. تحت تأثير التنويم المغناطيسي تصبح الصورة والذكريات في ذهنك أوضح. أنا أثق بما يفعله. تكون الذكرى موجودة في ذهنه أصلاً. نحن نعود في الزمن إلى الوراء فقط ونراجع ذلك اليوم. أراد خبير التنويم المغناطيسي أن يفكر نيلسون بالحادثة وكأنه كان يشاهد فيلماً، ثم يجمد صورة الرجل الذي رآه في المنزل المعروض للبيع. قام نيلسون بوصف المشتبه به بأنه آسيوي وقوي البنية في 27 من العمر، ويبلغ طوله 175 سنتيمترا، وشعره قصير. بعد وصفه لجميع مواصفاته، نظر في كتاب من الصور ليختار أشدها شبهاً به. إن دققت ترى اختلاف أشكال عيونهم وأفواههم وأنوفهم، وذلك الكتاب يوفر للشاهد فرصة ليقلب الصفحات ويختار سمات مختلفة يملكها المشتبه به. تدريجياً تشكلت صورة للرجل الذي شاهده نيلسون في ذلك اليوم. كنت أقول بأنه مع هذه الحقائق وذلك الرسم سوف نعثر عليه. لقد أعاد الرسم المركب القضية إلى الواجهة ثانية، لأننا لم نكن نملك شيئاً. تم نشر الرسم في وسائل الإعلام وسرعان ما أعطى نتيجة، لكن قالت سمسارة عقارات أخرى بأنها تعرفت على الرجل. لقد استأجرت منزلاً له، وقالت بأنه جاء ذات مرة إلى منزلها ليطلب استخدام هاتفها،
وحين رفضت إدخاله إلى المنزل ثار غضباً. كان يطرق على بابها الخلفي فذعرت وأصيب كلبها بحالة هستيرية. كان الشاب يطرق بابها الخلفي فاتصلت بالشرطة. عرفت الشرطة هوية الرجل على أنه كاسول تشاتاكامان وعمره 25 عاماً. كان والداه من لاوس لكنه ولد في الولايات المتحدة. وعند التحقق تبين بأنه يقود سيارة موستانج بيضاء ويعمل سائقاً لشاحنة توصيل، وكان متورطاً في أعمال عنف. منذ سن 15 كان في السجن، اعتدى على زميله اعتداءً حاداً، أرسل إلى سجن الأحداث، ثم خرج من السجن لبضعة أشهر وقام بسرقة سيارة. بعد ذلك قام بسرقة واختطاف امرأتين عجوزين في كارولينا الشمالية، وحصل على إطلاق سراح مشروط قبل 6 أشهر فقط من مقتل سارة ووكر. أطلق سراحه إلى تكساس لأن شقيقته تعيش هناك ومستعدة لمساعدته لاستعادة حياته. حين استجوبته الشرطة أنكر كاسول ضلوعه في مقتل سارة ووكر. لا أعلم ماذا تفعلون، أنت تفعل شيئا؟ نحن نحاول معرفة الحقيقة. أي حقيقة؟ تعرف أي حقيقة؟ غسلت يديك وشربت كأس ماء في المنزل. كانت يد كاسول اليسرى مغطاة بندوب شفيت مؤخرا، وكأنه تورط في شجار بالسكاكين. لم تكن الندوب في المكان نفسه، كانت في كل مكان. وكان لدى الشرطة سلاح سري، آثار العضة على جسد سارة. هل ستتطابق مع أسنان كاسول؟ بفضل شاهد عيان وتنويم مغناطيسي أصبح لدى المحققين الآن مشتبه به في مقتل سارة ووكر، إنه كاسول تشاتاكامان. رغم إنكاره ضلوعه بالجريمة، كان الادعاء العام مقتنعاً بأنه القاتل. كاسول مضطرب عقلياً وهو معتل اجتماعياً، وأنا أعني بذلك أنه أينما يكون فهو يفكر بنفسه أولاً وهو الأهم. ماذا يمكنه أن يشتري لنفسه؟ ماذا يمكنه أن يحقق لنفسه؟ أما الآخرون فهم أدوات لإسعاده وتلبية احتياجاته. بما أن الجاني قام بعض الضحية سارة ووكر، التقط المحققون الصور لأسنان كاسول وأخذوا بصمة الأسنان، ثم تمت مقارنة بصمة الأسنان بصور آثار العضة. إننا نحاول بألا يتطابقا، ونحاول إدارة النماذج، ونحاول تقليبها، ونحاول عدم إنجاح المطابقة. وفي كل مرة كنا نحصل على مطابقة كانت النتيجة مؤكدة مثلما كنت متأكداً من وجوب إجراء فحص مطابقة الأسنان في هذه القضية. ولحسن الحظ تم العثور على دليل في هاتف كاسول المتنقل دل على هوسه بالعض. كان مفتوناً به، كانت لديه صورة على هاتفه بينما يتظاهر بعض كلبه. وأخيراً تطابق حمض كاسول النووي مع الحمض النووي المأخوذ من الدم الذي وجد على الأرض بجانب جثة سارة. بكل تأكيد، حين تملك الحمض النووي لا يسعني أن أخبرك كم يكون ذلك قيماً في ظروف هذه الأيام لإقناع هيئة المحلفين. إنهم يقدرونه وهم يقبلون به. يعتقد الادعاء بأن كاسول يعتدي على سماسرة العقارات من الإناث لأنهن يعملن بمفردهن عادةً. في ذلك اليوم المأساوي في مكان تكساس، أظهر الدليل بأن كاسول اتصل بهدفه الأول طالباً منها موافاته في المنزل المعروض للبيع، لكنها شعرت بوجود مشكلة وأحضرت زوجها، الأمر الذي أخافه فهرب. أرجو المعذرة، هل أنت تشانلي؟ لكن كاسول لم يستسلم. رأى بأن هناك منزلاً آخر للبيع في الجهة المقابلة من الشارع، ورأى سارة ووكر تصل إليه. لقد دخل أحد ما،
يعتقد الادعاء بأنه دخل المنزل وحاول سرقة سارة. أعطني ساعتك. وحدث شجار، وبينما كان يحاول إخضاعها له قام كاسول بعضها ثم استخدم سكينة وطعنها أكثر من 20 مرة وجرح نفسه أثناء ذلك. كان نيلسون فيا فيسنسيو وزوجته في الخارج أثناء وقوع الجريمة. لو دخل المنزل لإلقاء التحية على سارة لربما تحولا إلى ضحايا أيضا. ما كان سيتوقف بالتأكيد كان سيستمر بالقتل. امرأة جميلة وناجحة انتهت حياتها بشكل مأساوي. ما زالت عائلة سارة تحاول التأقلم مع خسارتها. رغم عدم وجودها معنا الآن، غير أنها في مكان نحلم به جميعاً ونسمع به، أعتقد بأنها تفعل الأمر ذاته أينما كانت، وهو مساعدة الناس في العثور على منازلهم. تمت إدانة كاسول بارتكابه لجريمة قتل كبرى وحكم عليه بالإعدام. قد يقتل الناس لأتفه الأسباب، لأسباب لن يتصورها أي شخص عاقل. ما فعله العلم أنه جعل محامي الدفاع يقف في الجلسة ويقول: موكلي مذنب، عملية السرقة هذه تحولت إلى جريمة قتل. ما كان سيقول ذلك لو لم نملك الدليل المادي الذي حصلنا عليه. تبين بأن هذه القضية هي زواج مثالي بين عمل الشرطة الجيد والعلم الممتاز والخبرة القضائية. كان المزيج المثالي لهذه الأمور الثلاثة، بحيث تولينا أمر هذه القضية منذ يوم مقتل سارة إلى يوم إدانته وتنفيذ الحكم عليه.